بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز صديقتي العزيزه هارد لك. مبدئيا يا صديقي العزيز فلنعترف ان احنا نوعا ما بعد مشاهدتنا المنتخب المغرب في كاس العرب وكاس افريقيا خدنا جرعه كبيره جدا من الحماس، ونوعا ما كده لما مؤاخذه يعني قعدنا نقول كلام كبير كلام كبير كلام كبير لحد ما في البطوله الكبيره شفنا الوضع عامل ازاي. مع احترامي الشديد الوضع في كاس العالم مختلف تماما عن كل العك اللي كان موجود في بطوله افريقيا وكاس العرب، المستويات مختلفه تماما، وتحديدا لما يكون اول اختبار ليك في كاس العالم قدام منتخب بطل عالم بطل عالم بطل اوروبا هو منتخب البرتغال، وانت اصلا مش جاهز. هتقول لي ولد مش جاهز ليه؟ عندك اصابات، عندك اصابات، والاصابات فارقه معاك جدا. يعني للاسف الشديد السقف جه بدري، سقف الطموحات جه بدري، السقف بتاع الامنيات جه بدري، السقف بتاع الخصوم جه بدري، فللاسف الشديد ده عمل مشكله شويه. يعني عمل مشكله شويه للاسف بتبدا بدايه سيئه قدام منتخب البرتغال وبتلبس هدف بدري بدري. وهنا لازم تتكلم على قصه السقف، انت بتلعب بطل العالم وبتلعب منتخب كبير زي منتخب البرتغال وانت اصلا عندك اصابات فارقه مع الفرقه جامد جدا، وده اول اختبار ليك قوي فعليا في كاس العالم، فانت بتتكلم على اختبار قوي بطل العالم مش حد تافه. الباقي كان ماتشات وديه، ماتشات الوديه تاني وتالت ورابع التقييمات بتاعتها بتكون تقييمات نوعا ما ظالمه شويه او مضحكه في بعض من الاحيان، لان الماتشات الوديه غير الماتشات الرسميه خالص. وبصراحه تاني وتالت ورابع كلنا اتغفلنا. منتخب المغرب لبس هدف اول بدري، للاسف لقيت منتخب المغرب كان بتضيع زي سفيان شعراوي الفرصتين اللي راح بيهم صدها منه حارس المرمى، وبينتهي الشوط الاول 1-0. المنتخب المغربي كان نوعا يعني الشوط الاول انتهى 2-0، اسف مش 1-0، في نهايه الشوط الاول ضربه جزاء اتحسبت على منتخب المغرب بيتم تسجيلها هدف تاني. انا بعد الهدف التاني قلت خلاص الامور بقت صعبه، كابتن هشام الدكير قرر ان هو يلعب بالحارس الطائر علشان خاطر يتفادى الضغط بتاع لعيبه منتخب البرتغال. ما هم المنتخبين كانوا بيبوظوا لعب بعض، المغرب كان بيلعب ضغط على البرتغال عشان خاطر يغلطوا من منطقه جزائه، والمغرب برده كان بيحصل معاهم نفس الكلام من قبل منتخب البرتغال. بتشوف ضغط عالي بطول وعرض الملعب، بتتفرج على افكار كره القدم الحديثه وبتتفرج على الفرديات بتاعه اللعيبه اللي بتحسم، وللاسف لعيبه منتخب البرتغال قدروا ان هم يسجلوا هدف ثالث برده في بدايه الشوط الثاني. في بدايه الشوط الثاني منتخب البرتغال قدر يسجل هدف ثالث. طبعا كابتن هشام الدكيك ما عندوش غير حل واحد وهو الحارس الطائر اللي هيقدر ان هو نوعا ما يعمل لي الفارق. منتخب المغرب قعد يضيع كتير كتير لحد ما مصرار ما قدر يسجل الهدف الاول، وفي عز منتخب المغرب ما بيدور على تقليص النتيجه لبس هدف رابع والمباراه انتهت 4-1. مباراه الحقيقه هي تقدر تقول عليها ان هي نوعا ما مباراه الحقيقه، ان كاس العالم مختلف تماما عن كل البطولات اللي المنتخب المغربي كان بيلعب فيها قبل كده، والوضع هنا في كاس العالم مختلف، ولسه منتخب المغرب يقدر ان هو ينافس على الوصول لابعد مكان. وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي سواء قدام ايران او اي منافس الدنيا بالنسبه لمنتخب المغرب تكون افضل. هي كل الحكايه ان دي كانت مباراه الهروب من البرازيل، ان انت مش عايز تلعب البرازيل في دور الثمانيه لا اكتر ولا اقل. هارد لك للاعيبه منتخب المغرب وهارد لك لمنتخب المغرب، ولكن صديقي العزيز دايما وابدا سقف طموحاتك بيكون صراع كبير، لو قدرت ان انت تكون مستجمع كل قوتك وتكسر في السقف هتقدر ان انت تنطلق، تقدر ان انت تنطلق في الهواء الطلق، وتقدر ان انت تكسر كل الاحلام بتاعتك وتحقق اكبر منها بكتير. انما للاسف لو السقف ده جه وانت مش جاهز وعندك مشكله كبيره في اللاعبين وفي الجاهزيه بتاعت اللعيبه، لان واضح ان الماتشات الوديه بتاعت منتخب المغرب هلكت اللعيبه بشكل مبالغ فيه، وده بدا يظهر على المنتخب المغربي في كاس العالم. هارد لك لمنتخب المغرب، كان نفسي منتخب المغرب يكون جاهز اكتر للخناقه دي، ولكن قدر الله ما شاء فعل.